وسهلا لكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه واحده اخرى من برنامجكم قصه الناس. كنرحب بالحضور اللي معايا اليوم داخل البلاطو وبالدكتور سعيد البحير الاخصائي النفساني اللي حاضر معايا في اليوم في هذه الحلقه. كنرحب ايضا بالضيوف الكرام اللي لباوا الدعوه ديال البرنامج وجاوا يشاركونا بقصتهم وتجربتهم في بلاطو قصه الناس. بسبب شريك حياتي حاولت انتحر شحال مره، موضوعنا اليوم في قصه الناس. فاطمة بسبب راجل حاولت تنتحر 3 ديال المرات وما زال كتفكر في أي لحظة. عبد الرحيم مرة تعرض للتران، مرة بغى يلوح راسو في البحر، وكل شيء بسبب مراته. زهور عندها بزاف ديال المآسي في حياتها، وفي كل مرة كتفكر في الانتحار، وفي كل مرة كتراجع من الخوف من الله. مرحبا بك زهور وعبد الرحيم. فاطمة شكرا بزاف اليوم اللي جيتوا تعاودوا لنا القصه ديالكم في هذا البرنامج، في هذا الموضوع اللي شويه صعيب باش الواحد يجي يقول انا راه حاولت انتحر ماشي مره ماشي جوج بسبب راجلي ولا بسبب مراتي. فاطمة نبدا معك القصه ديالتك ونسولك زعما في الناس يتجوجوا باش يتهناوا باش يرتاحوا باش يولدوا وليدات باش يعيشوا مزيانين، ماشي باش يفكروا ينتحروا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، وانت كديري محاولات ديال الانتحار بسبب الراجل اللي بغيتي واختاريتي ودرتي المستحيل على ودو. عاودي ليا والناس كلهم اللي كيسمعونا وتيشوفونا القصه ديالك فاطمة. هاد السيد انا تزوجت به باش زعما باش نولد وليدات وباش بزاف د الحوايج غامرت معاه ومشيت هربت معاه بلا دارنا. عمرك فاش غامرتي معاه وهربتي معاه؟ كانت عندي 19 عام. 19 عام. وعاود رجع البن سليمان مشى للدار ديالنا. قال لخوتي وداك الشيء ناضوا لي قالوا لي حتى كتشرب وكتكمي ما يليقش لك. ما انا جيت مع البوزنيقه كريسما. هو جاي خطبك بحفل الاول عادي؟ ما بغاوش خوتك؟ ما بغاوش خوتي معاه. جلس معنا شهر شافو كيشرب وكيكمي كيكمي داك الحشيش. قالوا لي ما تاخذيش هذا السيد، هذا السيد ما يصلحش لك. اييه صايب مشيت معاه البوزنيقه، كرينا البوزنيقه بقينا جالسين. واحد النهار قلت لي انا واقيلا كنتوحم صافي. انتي مشيتي نديرو كاغا؟ ماشي تزوجتي غير؟ لا هربت معاه الاول هادي. مشى تزوج بيا درنا الكاغط ولدنا داك الدري. ملي ولدنا داك الدري وصداع نايض ولا كلشي تقلب ليا، كان كيبغيني وداك الشيء في الاخر ما بقاش يحملني، بقى يبغيني ولا يجي سكران كيضربني صافي. انتوما زعما شنو اللي خربق هاد العلاقه بيناتكم؟ هي كنتي هاربه معاه حيت تبغي هيك، هو جا لداركم حيت كيبغيك، زعما واش غير الشرب هو اللي خلق هاد المشاكل ولا كاين شي مشاكل اخرى بيناتكم؟ لا المشاكل ديال الخوت وداك الشيء، ولاو ما بغاونيش ندخل للدار، ولاو كيقول لي ما تجيش دخلي بيدك خينه، ما يجيش يدخل هذاك خينه للدار صافي. بقيت انا وياه بقيت كن الوالد مات عامين دابا باش مات وما شفتوش. باك مات ما راضيش عليك ولا جواجك ولا راجلك؟ لا ما بغاش هذاك خاين، ما بغاش يكون مجوج بيا صافي. ولا كيضربني وداك الشيء، مشى دار عزيب. ملي مشيت للمحكمه قلت لهم انا. وكيفاش سقتي الخبر بلي راجلك تيتزوج في بلاد وحده اخرى؟ حيت انا قالت لي جارتي، قالت لي ولا مع وحده اخرى. مشيت طلعت البوليس وما يطلعوهم بجوج، طلعوهم بجوج وما يوريهم الكاغط. بديت كنغوت انا على البوليس. هما مجوجين. عازب داير عازب في الدار البيضاء، زور الشهاده ديال داير عازب في الدار البيضاء في التشارك. ملي مشيت قلت للبوليس جابوهم. بديت كنعوت على البوليس قلت لي راه داير عازب. بديت كنعوت قلت لي واش ما قادش بيا وانا ما قلتش الدري وانا مشرد انا والدري كاريا كوزينه لا مرضوا ومريضه. وليت كنغوت تعصبت صافي. قال لي واش غنديروا؟ راه غنديو المحكمه داو ندوزو مع الرئيس. عطاوه شهرين نافذه. ديك شهرين نافذه ما تشدش عليها صافي. مشات للسينات صافي. بقيت كنعاني انايا، كنجي بعد مرات للسكه ديال التران كيجيو الجيران اللي في هاد الوقيته بالضبط. ملي اكتشفتي بلي الراجل اللي هربتي معاه وضحيتي معاه وغامرتي كما قلتي مشى تيزور مع راساتو كيتزوج، في هاد اللحظه بديتي كتفكر انك تقتلي راسك؟ وليت كنفكر شحال من مره كنمشي للغابه نبغي نقص راسي. انت هزيتي القنبه ومشيتي للغابه والجيران اللي كاينين معايا ضربتي مع شحال من كيلومتر باش تمشي تقتلي راسك هكاك؟ الجيران اللي النفسيه كانت عندك ولا شنو وقع بالضبط هذاك النهار باش هزيتي تقلبي على القنبه ونمشي للغابه ونتهنى من الدنيا كلها؟
من هادشي المشاكل ولات عندي مرض، عندي كيست في الكبده، وليت كنعاني من الاعصاب من جيت هادشي ديال الراجل. ما كيصرفش على الدري، ما كيوصلش لي، ما كيلحقوا اعياد، كيمشي للناس اللي كيشريوا للدري العيد، هو ما كيتسولش فيه، وقاد بمراه اخرى كيصرف عليها، وولدات مع ولدت مع بنت. هذا الراجل صافي سدوا البيبان وكحالت الدنيا، ما بقى حتى حاجه كتستاهل الحياه. ظلمت عليا الدنيا، ظلمت عليا الدنيا، ولا اي باب مزود في وجهي انا. الدنيا ظلام صغير، وكنشوف راسي بوحدي، هز الدري وهز الكرا وهز الموضوع. والحال كيبان لك هو تقتلي راسك. هادشي اللي كيبان لي حاليا. وكتمشي كديريها كتمشي ديري المحاولة الأولى والثانية والثالثة. الثالثة التران. تران. حتى أنا بوحدي دابا هز الحمل بوحدي، ودار حياة أخرى، وأنا بقات الحياة ديالي متشردة. وولدك شحال في عمره؟ 10 سنين دابا. 10 سنين. واخا فاطمة مازال نرجعو نكملو نهضرو على النفسية ديال الإنسان اللي كيوصل زعما كتسد البيبان وتتكحل الدنيا بسبب راجلك دابا هادشي، بسبب الراجل اللي أنتي غامرتي عليه وهبتي معاه وضحيتي معاه بسببه، كتقتلي راسك ثلاثة ديال المرات. ويمكن دابا راه كيحيا قدامنا، ولكن دخلاني راه ميت. يمكن يكون انتحار، فشلتي في المحاولات، ما قتلتيش راسك، ولكن راه تقتلتي ثلاثة ديال المرات. دابا في القلب ديالي راه مابقاش. وهذا هو اللي صعيب، بنادم تيتمشى وتيهضر هو مقتول. الدري دابا ما بقيتش بشي حاجه، كتعاني الدري، واخا يكون مريض قدامي وانا كنحس براسي بحال مكتفه، يديا باش غيديو لشي بلاصه ولا يجريو بي، كنحس راسي مقجوجه ومكتفه، مابقاش عندي خاطر وديك الرغبه وداك الشيء، مابقاش عندي كلشي فشل ليا. كلشي زايد ناقص. كلشي، وخسر دارنا وعلى قبل هويا وعلى خوتي وعلى بزاف الحوايج على قبل هذا السيد. دابا انا والدري مشردين، انا والدري كاريه كوزينه، تم الماء بشريه ديال الايامات الضو، وجانا غالي وشريا على قبل هويا. واخا فاطمة مازال نرجعو نكملو القصه ديالك. عبد الرحيم، حتى نتايا تقريبا نفس الظروف يمكن انت تعيشها بحالك بحال فاطمة، ونفس المحاولات، انت تران ودرتي بزاف ديال المحاولات باش تقتل راسك بسبب مراتك. عاود ليا زعما اش هاد المراه اللي ما تتحوش راجلها، هاد المراه اللي ما غاديش تنجي راجلها من هاد الافكار، زعما اش من جواج هذا؟ الا كانت المراه هي سبب، هي بسبب تقتل انت راسك، اش من المراه هادي؟ هو تنفكر باش غادي نتفارق معاها، ولاني تفارق معاها كاينه محاكم، كاينه شي قانونيات ديالها خصني نعطيهم، لي انا ما استطعتيش. اللهم الموت ولا الحبس. الموت سهل لك من الحبس. من الحبس هكا كتفكر؟ منين غادي يجيو عندي يقولوا لي اعطيها مفاقه ولا هادي، ما عنديش. منين غادي اعطيها انايا تنفكر في الموت، حسن ما نمشيو يسدوا عليا في الحبس. انا تزوجت معها شي 4 سنين دابا. ايه. وعندي انايا قبل ما نتزوج انا كنت ربيت واحد البنت من الشارع. كنت جاي من الخدمه لقيت واحد البنت في لا حافه الشارع، خديتها ربيتها، دابا عندها 19 عام. انت هذيك الساعه ربيتيها وانت باقي عزري، باقي وحدك وربيتي بنت. المهم خدام عليها، كبرات دابا عندها 19 عام وما عندها حتى ورقه. دابا ملي تقول لها غادي ندير الحاله المدنيه باش ندخل ديك البنت هادي، تتقول لي لا، حتى نولدوا حنايا وندخلوا ولادنا عاد نشوفوا هاد البنت هادي اللي جبتي من الشارع. ولكن هي نهار جوجتي بها عبد الرحيم كانت عارفه عندك هاد البنيه انت مربيها؟ عارفه. عارفه ما خبيتيهاش عليها. ولكن منين وصلت للدار ولات تخلق لي مشاكل. دابا داكشي اللي تنجيب انايا من الاجاره ديالي، وهي عارفاني بانني خدام، وعارفه المبلغ اللي تنقبض، وعارفه شحال تنخسر وشحال تنخليه، وهادي هي دابا ولات تتخلق لي مشاكل. ديما خاص، ديما خاص، ديما خاص. وحتى تنفذ داكشي اللي عندي انايا وهادي، وتنوض عاوتاني ديما خاص، لان ما عندهاش بنتك مع مراتك في الدار. تلقاهم بعض الخطرات مدابزين. مدابزين. تيغيروا من بعضياتهم ولا كيفاش؟ نعم. الغيره ولا شنو؟ والله اعلم ما عرفت شنو بيناتهم هما. وخلقي لي مشكل انايا دابا، ما خلينيش مرتاح. دابا تنفكر نطلق المراه. ونقبط البنت. نشوف عاوتاني طلقت المراه، خاصني مصاريف ديالها وقانون يتابعني. ما عنديش من نعطيها. وإلا مشات ترفعت بيا دعوة غادي نمشي للحبس. وعندك الحبس راه. هذا الشيء خلاك عبد الرحيم تمشي. انتحر. تمشي للتران. عاود لي على نهارات، اشنو وقع بالضبط نهار قلتي هزيتي في يستك وخرجتي وقلتي انا نمشي اللهم التران ولا وجهك؟ عاود لي على مشيت تحالت الدنيا قدامي وبقيت تنشوف والو. لا ولكن علاش تخاصمتوا ذاك النهار انت ومراتك؟ تخاصمنا انا وياها على المصروف والكرا والموضوع، لان كثرات عليا ما بقيتش نصيط باش غادي نخلص الكرا، ولات مولات الكرا تتغوت. خصنا نخرجوا. إذا ما خلص خصنا نخرجوا. إيه.
بديت تقول لها حاولي عليا شي شويه خليني نخلصوا الكرا والضو ديالنا ونتابعوا المصروف ديالنا ونعيشوا بحال هكا تيرزقنا الله ويحن علينا وغادي تبدل بشويه اه وتبدل. هي رفضات ليا ما نعرف رافضه عليا البنت ولا راه ما فهمتش انا شنو عندها ديما الصداع ديما الغاوي ديما. ايوا اش درتي انت هزيتي راسك ومشيت غادي نتعرض للتران. فينا بلاصه انت ساكن؟ انا ساكن في سلا. في سلا مشيت المحطه سلا. سلا ايوا تما شابوني شي ناس في غادي قلت لهم راه غادي تندور قال لهم ما يمكنش قلت لهم عاد تندور صافي ويجيو عندي دوك اللي خدامين تمايا اش دير هنا ورقتك باش تركب قلت لهم لا راه عاد تندور يا خرج بحالاتك خرجوني. وانت ديك الساعه باش كنتي كدور شنو كان تيبان لك قدام عينيك شنو كنتي كتشوف؟ صافي راه غادي ديماري التران غادي غادي يجي غتلاح انت غادي نتعرض له تحت الرويله يعني التفكير وقف صافي ما بقى لا صافي حتى شي حاجه انك تخدم هذيك الساعه كيبان لك التران صافي نحد ندير النهايه الراس النهايه راسك اه ورجعوك ورجعوني والنهار الاخر واخا منين رجعتي عبد الرحيم رجعتي للمشكل نفسه الكرا والضو والمراه كتغوت نفس وهكاك تنوض وتنكابر وتنخدم وتحضر وتنخلص الكرا تنخلص الضو ولكن الصداع هو الصداع الصداع قهراتك قهراتني بزاف زعما صعيب الواحد تقهروا المراه لدرجه يقول الموت ولا يعيش ولا هي يعني الا كنتي عايش معاه راك ميت 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 مع ما كاينش الحياه معاه لا هو مع الاسف. شكرا لك عبد الرحيم مازال نكملوا النقاش ديالنا. زهور حسن انت عندك فيلم في حياتك بزاف انا عندي مأساة في حياتي عندك مآسي بزاف ديال المآسي الشيء اللي خلاك كل مره كل مره كنفكر في النتيحه اليوم نحبس هذا الشيء كله ولكن تتراجع كنتراجع كنخاف من عقوبه الله نعم اكثر من عقوبه الدنيا نعم عاودي لي شنو هما المأساة اللي في حياتك؟ انا المأساة ديالي واحد السيد جا عندي نهار الاول درويش جابتو لي غير واحد السيده من العائله قالت لك راه مزيان وكتقي الله وداك الشيء قلت اراه نستر راسي معاه نتزوج معاه وانا ديك الساعه مع الوالدين كارين دار وجالسين مع با وامي الله يرحمهم ايوا دخل داك السيد كذب عليا هو راه مجوز ومطلق مرة اخرى وعنده معاها جوج بنات هكذاك هالكذبه الاولى اللي حصلتها عليه نهار اللي درنا الكاغيط وضربنا الصدق وداك الشيء وانت راه عند بالك مجوجه وانا راه عندي مجوجه عزري جاب ورقات العزوبه وكل شيء جابها تدوزنا شي هكاك شي شهر ولا شهر ونص ولا تيقول لي ما عندي ما نخبي عليك راه عندي جوج بنات وهذه قلت ها الوالد ديالي قلت له با ها ما كاين وها ما كاين راه قال لي با جيبي دوك البنات الا ما بغاتهمش امهم انا نتكفل بهم انا نربيهم فعلا جاو دوك البنيتات عندي ولكن حسيتي بالغدر حسيت بالغدر جنويد الغدر الطعنه الاولى حسيت صافي صافي تنويت منه ملي كذب عليا ديك الكذبه في الاول صافي تنويت منه فعلا جاو دوك البنيتات ملي جاو دوزتي هذه شي هاكوك شي اربع شهور خرجت حامله تنتوحد هي هذيك بقاو دوك البنيتات معايا هي هذيك ما بقاش كيجي للدار ولا تيخليني بلا مصروف حتى دوك البنيتات وحلك في البنات وحلني في البنات ولا با الله يرحمه ويوسع عليه ولا حتى هو مسكين كيقول لي دوك البنيتات نحسبهم بحال وليداتي هي هذيك بقات هكاك حتى طلع لي الوحم ما نكذبش عليك وليت نقول في الاخر هو معايا ضد داني خرجني من دارنا قال لي وانت دابا داسره بوالديك عرفتي اش غندير لك غنديك لواحد الحبس اللي تسكني فيه تتبقاي تقولي الباب يا الحباب بيت صغير شحال فيه صغير فيه شي جوج متر حبس بحال الحبس جوج مترو معايا بنات وكل شيء وخوه تا هو زاد خوه تا هو جابو جلسوا معايا يعني هاد الجويجه اللي انت عوالي على ما صدقتش بغيت نتستر فيها صدقت وحامله تعريتي فيها حامله ديك الساعه انا حامله والله الا حاولت ننتحر وانت حامله حامله قلت غنخرج لهاد الولد حيت انا عارفه كذب عليا وصدمني قلت غنكمل معاه صافي حياتي كلها غتولي هكا ولكن ملي انت حامله مازال تنقولوا حنا في المجتمع ديالنا المراه كتكون باقا ما والداش وما داكشي كتفكر انها ولكن تتولي متقله بالولد حامله وداكشي صافي كتولي الراجل ما عندها غرض فيه المهم راه كاين الولد انت هي بغيتي ولكن هو باش كملها وجملها ولا كيخوي ما كيجيش كاع هي هذيك هزيت راسي مشيت عند والدي عاوتاني الوالد الله يرحمه قال لي اجي بنتي هانتي جلسي هانتي جلسي هنايا معايا تنشوفوا فين غيرد الطريق اما يتسقد ولا
هي هذيك مشى ما بقاش كي كنمشي عنده تنقول له ها انتيا دير معايا شي حل، تيقول لي سيري راه دار القاضي سيري ادعيني ما تعاودش ترجعي ولا تدخلي لهاد الدار. ولدتي مع داك الوليد ولدتي ولدت هو دابا عنده 26 عام تبارك الله. هادشي اللي كنقول لك راه في 87 عمر راه دابا عنده 26. واخا زهور مازال نكمل معك القصه حيت عندك بزاف تاع المحطات في حياتك. شكرا لك. ندوز عند الدكتور سعيد بحير. نسولك حنا وحنا تنذكروا مع السيدات ولا السي عبد الرحيم زعما داخل العلاقه الزوجيه اللي المفروض يكون فيها شي تيحس بشي والدفاء والاهتمام والرعايه، داخل هذه العلاقه الزوجيه فين كاين انسان كيتسدوا البيبان وتيكحلوا قدام؟ انا بغيت نسولك زعما شنو هي الدوافع النفسيه ولا الظروف النفسيه اللي ممكن تخلي واحد من الازواج يفكر في الانتحار اللهم يموت ولا يبقى عايش مع شريك حياته؟ مساء الخير. مساء النور الكرام مستمعين الحضور الكريم، شكرا على هذه الاستضافه. في الحقيقه هذه ماسي كيعيشها المجتمع ديالنا، وظاهره الانتحار هي ظاهره عالميه وبداك المجتمع ديالنا المغربي كيعاني منها، وخصوصا في السنين الاخيره اللي بدينا كنشوفوا ازدادت وتيره الانتحار في كثير من الناس. انا الشيء اللي زعجني في هذه الحالات واللي يعني ما عرفتش واش مصادفه، هو ان هذه الحالات كلهم كيشاركوا في مشاكل اجتماعيه وضغوط نفسيه، لان الانتحار عنده اسباب اقتصاديه، عنده اسباب اجتماعيه سياسيه الى اخره الحالات، وهذه مآسي. وتيشاركوا ايضا في كلهم على ان هذه الحالات هذه الافراد ما عندهمش انعدام الوعي، انعدام مجموعه من المعلومات اللي ما كيتوفروش. الحاله الثانيه كان استغرب الاخ كيقول لك انا الا طلقت المراه غادي نادي غادي ندخل الحبس ولا غادي نادي بعض الاشياء. واش انت استشرتي مع شي محامي ولا استشرتي مع شي واحد اللي قال لك هذا؟ واش هذه المراه عندك معها شي ولاد؟ ما عندكش معها ولاد. اذا اللي عنده معها الولد هو اللي كيادي النفقه، هذه وحده. اذا انت ما عندكش المعلومات الكافيه. وهذا المساله الثالثه هو انهم تيشاركوا كلهم في انهم ما عندهمش ذاك الوازع الديني، ذاك الحصانه الذاتيه اللي كتمنع الانسان من انه يواجه الحياه ويواجه صعوبات الحياه وما يقبلش على هذا، لان فهو واحد العقاب كبير في الاخره باستثناء الحاله الثالثه، لانها كتقول لك كتخاف من عقاب الله. ولكن مجرد التفكير دكتور، مجرد التفكير ان الانسان يدير محاوله الانتحار، شنو هي الدوافع النفسيه زعما؟ شنو الاضطرابات اللي ممكن تكون عند الانسان اللي يخليه من غير الوازع الديني، لاننا كنا مسلمين وكنا، ولكن رغم ذلك داخل احنا مسلمين وممكن تجينا حاضات اللي كتهجم هذه الافكار السلبيه، كيولي الانسان تيقلب غير الفجوه في الانسلاح. الانسان عنده اعطاب نفسيه وانعدام الحصانه النفسيه والروحيه وحتى الحصانه النفسيه. ما عندوش حصانه نفسيه قويه كتجعله يواجه الحياه وواجه صعوبه الحياه. الحاله الاولى انا كنتعاطف مع الحاله الاولى. الحاله مآسي كبيره، عندها الحق، عندها مشاكل الى اخره. الحاله الثانيه كذلك، الحاله الثالثه، كلهم كنتعاطف. ولكن انعدام هذيك الحصانه القويه والانسان ما كيعرفش نفسه، مثلا الحاله الاولى كثير من الاشياء ما كتعرفهاش السيده على نفسها، وهذا الشيء نتيجه يمكن التعليم، المستوى التعليمي، المستوى ديال الوعي، الهشاشه الاقتصاديه، احنا من فئات فقيره الى اخره. نعم. هذه كتجعل الفرد كيوجد نفسه وحيد هشيش. وانت قلتيها لها، الموت البطيء. الموت راه الانسان واخا ما توفقش في الانتحار راه منتحر معنويا داخليا. نعم. راه توفقتي هذا. وهما واخا ما توفقوش في الانتحار راه يوميا كيموتوا. نعم. كينتحروا. وراه صعيب الانسان فاش كيكون في هذا كيواجه المجتمع والحاله ايضا الثانيه، وكيواجه الاشياء في المجتمع كيكون وحيد وكيكون ضعيف بزاف باش يلعب. نعم. شكرا لك دكتور سعيد بحير. مشاهدينا توقفوا لحظات مع فاصل اعلاني ونرجع نكملوا قصة الناس. فاطمة نرجع نكمل معك القصة ديالك. خليناها قبيلة في ثلاثة ديال المحاولات، مول الطاكسي مشيتي انتي خارجة في الطاكسي باش تموتي. عاودي لي على هاد المحطات هادو، مثلا تجربة ديال مول الطاكسي. انا الطاكسي جاي وانا تعرضت ليه، اللي ضربني هو يقول لي حيدي يا اختي، لا لا باغا تصيفطيني للحبس، لا لا هو يجرني. جاو لي الناس اللي ضربني انا، بغيت ضربني قال لي اختي كنتي باغا تموتي سيري للغابه. قلت لي راه مشيت ليه باش تبعوني الجيران. الجيران كانوا تبعوك فاش مشيتي للغابه؟ تبعوني حيت قلت انا جارتي وبديت غاده. ايوا صافي تبعني هي واحد الجبنيات ديولها، تبعوني بداو يعيطوا ايمن ايمن، امك مشيت غتقتل راسها
ويتبعوني لقاوني فعلا مشيت لواحد الضايق قربت ليها صافي ما بداو يجرب فيا ورجعوني واحد الدراري كانوا تما جالسين بالغابه ما عرفت كان تما كيفاش كتكون حالتك فاطمه الواحد هز قنبه وغادي وانا فاطمه غا زعما كيفاش كتكوني لداخل ديالك زعما كيفاش عاديه ما يمكنش تكوني عاديه راه غتسقطي راسك ماشي عاديه راني غاده مقتوله انا اصلا ما زيت القنبه حسيت براسي ميته زعما عاديه غاده هز القنبه بواحد كتبان الناس راكي عاديه صافي انا عصاب و كيس في الكبده وكاريه وبوحدي وكنخدم مع هاد العيالات كل مره عاد وحده من الله لا راه هي راني قلت يا ربي تسمح لي راني غنقتل راسي يا ربي تسمح لي هكا كتهضري قلتها في خاطري يعني كل ما رجعوكش هذوك الناس كل ما رجعونيش كون قتلت راسي كون قتلتي راسك ولا غير تديري مع راساتك هكا كتبغي توصلي حتى الاخر كديري توصل ما عرفش نمشي نقتل راسي وشويه كنت كنقولها ونقول نتراجع فيها كل ما الناس كنقتل راسي كون راني قتلت راسي مشيت للتران والناس رجعوني الطاكسي هو مو الطاكسي والناس ثاني والغابه الناس ديال الجيران ثاني ايوا مين تتمشي وتتوصلي كاع لهاد المستويات اللي كتوصلي زعما حتى تيجيبوك عباد الله مين كترجعي كتلقاي ولدك ايمن في الدار كيفاش كتكون النفسيه ديالك تتفكري انك تموتي وهذاك الولد لا ما نعارو زعما شنو كتقولي في راسك زعما ضربوا الخلا ولا شنو تتقولي انا غدا نموت واخا وهذاك الولد انا دابا طلقت راسي وما كيزربش على الدري بوحدي ولكن راه راجلك ما كاينش بوحدو في الدنيا زعما الدنيا ماشي جات وحبست عند راجلك انا طلقت وناض هو تزوج هوايا بلا موافقتي ومن بعد زعما طلقتي ومشى هو تزوج زعما شنو الحياه وقفات الشمس ما كطلعش وقفات الحياه وقفت انا كنحاول غير نفهم كيفاش كتفكري الحياه واقفه عندك واقفه كلشي مات كلشي مات ما بقى لا حنين لا رحيم لا حتى شي واحد حتى حاجه والباب سد كل باب سد ليا في وجهي المحكمه كيمشي يعطيهم الفلوس ما كيتشدش ولكن انت زعما شحال في عمرك دابا؟ دابا 80 عندي 34 ايوا 34 عام زعما انت تبارك الله راه تهزي ما عرفتش تخدمي وتعرفي لا دابا راه مريضه استاذه راه عندي الكيس في الكبده الدواء تمشي للسبيطار تمشي ما عديتش باش الدواء راه الاستاذه خاضت لي الصاك ديالي كله عامر بالوراق ديال الفتيح وديال بزاف الحوايج عاطيني في السويسي باش نجي لهنا نعس وكنت شكون اللي غيصرف على الدري وشكون اللي غيهز الكرو وشكون اللي غيصرف وعلاش كتفكري في الدري وانت كتقولي غتموت راه كنت غنقول اللهم انا موت من غمض عيني ونموت ولا غنبقى نتعذب في السبيطارات والكرق مول الدار يجي يدقوا على كاع ما يراعي لك راك ما خداماش راه شحال من مره راه تران راه الصباح جايه وكنفكر بالتران قلت انا الصباح الصباح هذا الصباح هذا جاي عندكم لهنايا وكنفكر بالتران دزت على الطريق البحر بانيا قلت شوف كنا وراك ما كنتش دايره مع قصه الناس كون دزت للتران زعما بهذه السهوله فاطمه عندك بهذه السهوله انت كتفكري في الموت في اي لحظه شنو الحل دابا مثلا باش واخا كنصلي وكنطلب سيدي ربي كنقول يا ربي تسمح لي بعد مرات كنلقى راسي واكثر يا دابا وليت محايد لي الضو وجالسه على الشمعه عيني تغمضوا على الموت نهائيا وما خداماش ولكن بوحدك اللي ما خداماش في هذه البلاد بوحدك اللي ما عندكش الضو في هذه البلاد بوحدك اللي عندك ولد هارب عليك الراجل في هذه البلاد واش كاع اللي عتعيش في هذه البلاد قبل ما يمشي دار عازيب عنده دري يا استاذه عنده دري دبر راسو كان عازيب وما كيصدقش على الدري والمحكمه ما تابعاتوش القانون ما تابعوش وانا مسرده في الزنقه دابا حاليا كون ما نكره دابا كون ما كنت نتلاوط عند العيالات كون راني دايره قيطون وباركه في الشارع مزيان انت كتلاوطي عند العيالات انت كتخدمي انت كتدبري مره في السيمانه مره كتدبري ما تاكلي بن سليمان ما فيهش خدمه اصلا انا استاذه باش نخدم عليها بن سليمان ونمشي لشي بلاد وحده اخرى زعما اش عندك انت في بن سليمان عندك الديور وعندك الفارم تما جالسه عليهم نهز ولدي ونطج بلادات الله ما عارفاش فيما مشى عبد الله تيلقى الله شي بلاصه اللي ما عارفاش ليها راه ما خايفه لما مشيت شي بلاصه ما عارفاش ليها واخا انت كتبان لك غير القنبه والغابه هادشي هما اللي ساهلين هادشي استاذه اللي كيبان لي الموت يا ربي تسمح لي لا ما اي باب تسد في وجهي لا ما تسديش البيبان على وجهك نحمل بوحدي وهذا الظروف بوحدي وهذا اي حاجه بوحدي شوفي دابا منين جيتي عندنا اليوم انت دابا قلتي كنتي جايه لقصه الناس وبانت لك شي بلان في التران ملي داز الطاكسي على طريق البحر قلتي تتبلاني فين تموتي سكري جيت لي هذاك النهار والناس عتقوني ورج زعما عتقوا ذاك الوليد مش عتقوني انا كتسد ميتة انتي زايده ناقصه انا حسبت راسي ميته ملي كنت جا قلت التران راه حسيت براسي ولكن داك الدري عتقو علاش من نهارو كان يخرج مسكين للشارع ما كاينش اللي عطيتها ضغمه الخبز ايوا هذا التفكير هو اللي خصو يكون عندك ولات مرت باه ما غاديش تقدر تتحمل هو خالك ايوا انت راه خصك تعيشي غير على داك الولد واخا ما يكون عندك حتى هدف في الدنيا عندك هذاك الولد قلتي عنده 10 سنين شحال عنده طالع فيه في شهر واحد يكملها عنده 10 سنين انت دابا عندك اكبر مشروع هو داك الولد الحياه ديال كلها
خصها تكب في ذاك الولد، خصك تعيشي غير على ذاك الولد. انت نفرضوا انت زايده ناقصه، انا تنهضر معاك زعما حنايا تنحاول نفهم وتنحاولوا نلقاو شي حل انا وياك باش ما تخصكي ما تبقايش تفكري نموت ولا نقتل راسي. لحقاش الا متي فاطمه ولا قتلتي راسك اول حاجه اش غتقولي لله سبحانه وتعالى؟ هذه اول حاجه. ثانيا الا متي راه ما غاديش توقف الحياه والترانات غيوقفوا غنديروا الحداد عليك، راه زعما تجيبها في راسك غير انتيا. خصك تبدلي التفكير ديالك، خصك تبدلي الحياه اوسع من هادشي كله. ما كاينش غير راجلك في الدنيا، ما كايناش غير ديك الجمعيه ديال السلام وما عرفش شنو هو في الدنيا. وخصوصا دابا ملي انت تهضري معايا كيشوفوا الالاف ديال المغاربه والملايين ديال المغاربه في المغرب وخارج المغرب اللي خصهم يدخلوا في حياتك باش يحيدوا هاد التفكير. هاد التفكير مرتبط بقله الشيء. ما غتقتلي راسك حيت ما عندكش فلوس، ماشي عندك الماء وعندك الضوء عندك اي مال، عندك شروط الحياه الكريمه وبغيتي تنتحري. استاذ حتى حاجه ما كاين، حتى حاجه والو، اي باب تسد في وجهي وليت بوحدي. اذا خص الناس يحلوا البيبان في وجهك. يعني الا كان شي جمعيه ولا شي محسنين ولا شي حد كيشوفنا وحل واحد شي شويه ديال الباب، غير بسم الباب ودخل لك شويه ديال الضوء شويه ديال الهواء، غتنفسي عاوتاني وغتبغي تعيشي على ودك ايمن. وايمن عنده ربي اللي خالقه، الا مشى باه الا بغى يتزوج ولا يدبر راسو ما كاينش، كاين ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك انت وخلق ايمن وخلق خلقنا كاملين. يعني ما خصكيش تفكري بهذا التفكير. وانا تنقول لك هذه الهضره انا عارفها سهله، انت جاتك صعيبه، ولكن انا عارفه ظروفك انت، انت اللي حاسه بهم وانت اللي ما حاسه بالمزود غير اللي مخبوط به. ولكن عيشي لولدك، عيشي لولدك، ما تعيشي حتى لشي واحد في الدنيا، عيشي لولدك وعيشي لراسك. عندك 34 عام، ما عندكش 100 عام، ما تموتيش الشمتة، الموت بيد الله سبحانه وتعالى. ما تقتليش راسك، ما تفكريش البحر تيمشيو ليه الناس نزاهه، كدي ولدي ومشي نتمشى فيه ماشي نمشي نقتل راسي فيه، الغابه نهز ولدي نمشي نلعب انا وياه في الغابه ماشي ندير كرده وتجي فاطمه. انا كنحاول نخرجك من هذه الحاله، ولكن انا الهضره زايده ناقصه. انا كنقول للناس اللي كيشوفونا هاد السيده خص اللي يحل شي شويه ديال الباب باش يدوز ليها الضوء ويدوز ليها الهواء باش تعيش. انا كنوعدك انه الناس غيشوفوا هذه الحلقه وغادي يتصلوا بينا وغادي نعطيهم نمرتك وغادي يكونوا سبب في الحياه ديالك. الله يحفظك، الله يطول عمرك، بغيت ربي ينصرك وخليك دايما. حيدي عليك هاد الافكار، الناس ديال البرنامج، حيدي عليك هاد الشيء ديال القتل راسي. كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيعطيك الحياه ديالك. الداخل ديالي كون طليتي على قلبي قاطعتك سمحي لي استاذ، الله ينورك وطول عمرك. القلب ديالي الداخل كحل، واحد النهار تناقشت معاك ديال الحشومه عليك شرتي الدري، نهضت دابزت معايا استاذه، دخلتني 24 بيتها في الحبس، بيتها في الكوميساريه 24 ساعه، بيتها في الكوميساريه. علاش دابزت معايا دخلتني للكوميساريه 24 ساعه؟ شوفها فاطمه، علاش وسعي صدرك شويه؟ كاع ندوي عليه ولا نصيفطو للحبس؟ الحياه ما وقفاش عند راجلك ولا عند غيره. تزوج هويا وراه داير عازي، الله يسهل عليه، دار عازي استاذه، يدير عازي بالقانون راه كاين في البلاد. شوف عيشي لولدك وسعي الدائره ديالك، ما كاينش غير انت وايمن وذاك الراجل في الدنيا، كاين بزاف الناس اللي ممكن يمدوا يديهم ليك واللي يعاونوك، وداك الولد محتاجك وباغي يقرا وباغي يكبر وباغي يلبس. كوني امراه وتعالجي ونخدم على ولدي، وغدا بعد غدا ماشي نقول نمشي، ما تختاريش الحل السهل هو نقتل راسي وماشي شغلي. مازال الناس غادي يدخلوا في المشكل ديالك. تنتمنى فاطمه عبد الرحيم، خديت بزاف الوقت مع فاطمه ولكن هو تقريبا نفس الموضوع اللي عندكم. عاود لي على النفسيات اللي كتجيك كل مره باش تمشي، مره تران مره بحر. هضرنا على التران، البحر، التجربه ديال البحر باش نمشي انا نلوح راسي في الموج، كيفاش جاتك الفكره؟ هو الدخل ديالي انا محدود، تخدم بولونجي انا واغلب المحابس اللي نمشي لهم تيعطيوك 50 80 درهم في الاجره ديالك. 80 درهم تتكفيني ما بين المراه والدريه والكرا والماء والضو. تتحدى عليا هي ديك النعمه ديال الله، تتحدى عليا ديك الرحمه ديال الله، هذيك المراه تتكرهني في ديك الحياه اللي زعما الانسانيه كل يتشارك تيقول لك ذاتي وتكونوا هاني. تيقول لك لا هذه ياكل واحد ياكلوا جوج ثلاثه، ولكن هذه سدات ديك تاع جوج ثلاثه صافي، قالت لك ما عرف اش باغا دير هي. تتبقى عليها البوطه سالة، الزيت سالة، تجي تلقى ما كاينش حتى حاجه كاع في الدار، تمشي تجيبها، انا غادي تنجيب وهادي
تلقى راسي صافي داكشي اللي عندي ساليته، ما بقى لا ما موفر، ما بقى لا الكرا لا الضو لا الما تتسد عليا. دابا انت هاد المراه الماء والضو والكرا هادو هما هاد الربعه ديال اللي كيقتلوك انتيا. والبنت مشيتي للبحر البنت ما عندهاش تلوح راسك في البحر. والبنت نمشي للمقاطعه ولا نبغي نصايب لها حاله مدنيه ديالها بوحدها نديرها في حاله مدنيه ما تيساعدونيش. تيساعدونيش في الصايب لها وريقاتها وهذه هي دابا عندها 19 عام ما عندهاش تعقد الزياد ديالها. واخا ملي كيتجمع هادشي كله تيسخن عليك الراس قلتي مشي للبحر. صافي أيوة. تيبان ليا على البحر بوحدو صافي. ايوا علاش ما لحتيش راسك في البحر؟ عاوتاني تتبقى فيا البنت. البنت دابا تتبقى فيا البنت غادي نخليها بوحدها عاوتاني متشرده. ماشي حل. فحال النهار الاول اللي لقيتها. ماشي حل. وتنطرا هادي ديال البحر كانوا وقفوا عليا شي ربعه ديال الدراري. الحشومه هادشي بغيتي دير وما مزيانش قدام الله وهادي. لاني انا ما عنديش حل. لأني. هي مراتك تصيق الخبر لهادشي اللي كتدير؟ ما ساقتش خبار. يمكن دابا من تسمعك اول مره غتعرف. دابا عاد غادي تعرف. غتعرف باللي بجرتها هي راك انت بغيتي تلوح راسك في كران وبغيتي تلوح راسك. وانا دزت دابا بقصه الناس. هي عاد غادي تسمع اخبار دابا. اول مره تسمع الخبار باللي انت كتنتحر على بسبب الجحيم اللي عايش معاها هي. والحل في نظرك شنو هو؟ ما بانليش الحل. علاش ما تفرقتيش مع هاد المراه اللي ممكن تقتلك في اي لحظه؟ اللي محرره عليك العيشه. يمكن قال لي دابا الاستاذ بيننا ما تسالني والو ما هادي صافي غنصيفطها بحال هكا. ياك. تفارقوا معاها نشوف شي مرا اخرى. ما كاينش الانسان تيتفاهم ونشوف هذيك المرا مالها. ما بغاتش تحل لي الطريق، ما بغاتش تبين لي واحد شويه ديال الضوء. هي ديما سد الباب قدامي. تنجيب لها خضرات تقول لك الزيت ما كايناش. تنجيب الزيت تقول لك بوطا سالات. حيت البوطا سالات والزيت ما كاين زعما انت هي ماشي كتكذب عليك. ما نعرف واش هي تتخلق هاد الشيء هذا ولا تتبغي زعما ترجع منك راجل ونص زيد تحل. زعما رانا مخبي عليها الفلوس ولا رانا تنصور كثار وتنخبي عليها ولا واش فهمتي هي دابا تقول بان هذا السيد هذا راه ماشي غير ديك 18 ملي اللي تيقبض راه تيقبض كثار وتتبغي تخرج مني الفلوس ما عنديش من نجيب ليها الفلوس لان هذيك صافي محدوده. نعم شديت 80 درهم راه 80 درهم هي اللي كاين. صافي. واخا عبد الرحيم شكرا بزاف على الشيء اللي عاودتينا. نكمل معك زهور. قبيله قلتي لي ملي كنتي حامله تتفكري تلوحي راسك من السطح. كنت فكرت راسي وانت حامله. وانا حامله من شهرين. فكرت يعني داكشي اللي بيني وبين هذاك الراجل نحيدوه حنا كاع. فكرت قلت انا دابا غنبقى هاد الدري غنخرجو حتى هو غير ضحيه، ما عنديش انا ما خدامش غنخرج دري غير ضحيه في هذا المجتمع، اللهم نموت انا وياه. شحال من مره طلعت دابا انت جوج ارواح مازال هادو غير بوحدهم تيهزو راسهم. ولكن كان في الاخر كنتفكر العقاب الله. انا مؤمنه وكنصلي وقاتي وكنتفكر في عقاب الله. هذاك الشيء اللي كيردني ما كتردني حتى شي حاجه غير الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. الانسان الايمان ايمان قوي بالله. ومنين رجعتي لعند داركم؟ رجعت بقى الوالد خدام عليا مسكين تهلا في الدري من نهار اللي خلاق هذاك غاب صبح ما بات. كان خدام في الرباط صبح ما بات. غبر غبر نهار اللي حكموا عليه بالنفقه مشيت للمحكمه قال لك سيري جيبي لنا لادريسه ديالو. وانا فين غنمشي نجيب بلادي ما عارفاش انا فين. حيت هو نهار الاول جانا طويل قال لك انا ما عندي حد وهادي وهادي. كذب عليك نهار الاول. كذب كذاب. نهار الاول دخل بالكذوب. هي هذيك بقيت نهار اللي توفى الوالد وكبر لي الولد شويه خرجت نخدم. مشيت خدمت عند واحد مول القهوه عزك الله كيتكرفس عليا كنخدم من ثلاثه د العشيه حتى الوحده د الليل. وانا خدامه في الميناج. نغسل الكيسان وهذاك الشيء وفي الليل تندير الميناج القهوه. بقيت هكاك بتماره تمشات لي كيعطيني عزك الله الماء القاطع كيقول لي ديريه للطواليطات وداك الشيء عزكم الله. هي هذيك بقيت تمشات لي الشبكه د العين ما بقيتش. ما كتشوفيش. لا دابا في النهار كنشوف شي شويه ولا كانت الشمس ولا الظلام ما كنشوف. ما كتشوفيش. في الليل ما دابا هي هذيك تربات لي عقده في نفسي. وليت كان شحال مره كنخرج للشارع وكنبغي نتعرض لشي طوموبيل ولا شي حاجه. حيت علاش ما بقيت حتى القدره باش نخرج نخدم ما بقاتليش. العوينات اللي غادي العوينات اللي غنشوف بهم مشاو. دابا غير حباب الله هكا وواحد الوليد مسكين تا هو كيكافح معايا. مره مسكين تيخدم مره تيجلس تا هو غير جالس.
ولكن انا بغيت نسولك زعما الانسان فاش كيجيه اللحظه باش يفكر بحال دابا تخرجي تلوحي راسك قدام الطوموبيل زعما كتولي الانسان حياته رخيصه مساويه بحال شي ورقه خفيفه كتلاح كتخفافي لدرجه انه ما كتبقى كتزيد بالك كل شيء كحل حتى حاجه ما زوينه في الدنيا حتى داك الود اللي كتقاتلي عليه زعما داك هو الحاجه الزوينه اللي عندك هذاك هو اللي تيوقف لي حتى هو الله هو تقول مازال كو كان مجوز بدارو نموت ولا هاد علاش ملي يجي مول الكرا يدق عليك يقول لك فلوسي وانا كيتسالني الكرا يقول لك خلصي ولا خوي عليا هادي راه هي الموت بعينيها ملي كيتجمع عليك الكريديات وما عندك باش تصرفي ما تاكلي ما تشربي هادي راه هي الموت هي دابا انت الموت عايشه فيها انت وفاطمه وعبد الرحمن عايشين في كل نهار زعما كاينه كل نهار كنفكروا انا بالحق انا كنصلي كنستغفر الله كيردني عقاب الله انا خايفه منه هذه هي القصه نعم والله يدير تاويد الخير على زهور وكنتمنى الناس اللي كيشوفونا يدخلوا في حياتكم باش يرجعوا شويه الحياه ماشي الحياه كلها ولكن غير شي شويه في عوض هاد الافكار السلبيه اللي كتعيشوها شكرا لكم ندوز عند دكتور سعيد بحير نهضروا على زعما على حساب الشهادات اللي سمعنا ما كانش محاوله واحده محاولات يعني محاوله الاولى والثانيه والثالثه غير ربي تيلطف وتيرجع نهضروا على هذا التفكير المستمر والمتواصل في هذا يعني الانسان عنده عن اصرار وترصد هو باغي يقتل راسه هذا كنسميوه التفكير السلبي في الحياه ديالنا حنا معودين حتى الناس اللي قاريين ما كنتعلموش في المدرسه كيفاش نسيروا الحياه ديالنا وكيفاش نوجهوا الحياه شحال الناس عندهم شهادات ولكن عندهم مشاكل في حياه ديالهم الزوجيه الطلاق الى اخره نعم اذا المدرسه ما كندرسوش فيها الاولى والاحرى هاد الناس اللي كنظن ما مشاوش للمدرسه ولا يمكن عندهم تعليم علاقه الحال الى اخره وكيعانيوا من العشاش اذا الحل لهاد الحالات ماشي هو الانتحار كاين بديتي كتقول داك الحاله الاولى واش الحل هو الانتحار وتنحيك وقلتي واحد المساله وكنعملوها في العلاج حنا علاش كنحياو الحياه ديالنا شوف كل اللي كيشدنا للحياه قلتيها لها الاولاد عندنا هدف شي هدف عندنا هدف في الحياه فالاولاد اذا كانوا عندنا الاولاد هما اللي كيشدونا للحياه اذا هاد الناس هادو بغاو يخرجوا من الحياه وقلتي لهم واش هذا حل سهل اذا ينبغي تغيير العقليه تغيير التفكير من سلبي الى ايجابي ونحاولوا نعطيو لهاد الناس حصانه حقيقه انا متعاطف مع هاد الناس لان كيعانيوا هشاشه وكيعانيوا مشاكل وكيعانيوا اعطاب كنسميوها اعطاب نفسيه اجتماعيه ونفسية لان الناس لانه في الحياه الناس كيهضروا غير على الاعطاب الجسميه اذا هادو معاقين نفسيا وهذا هو اللي هاد الاعاقه النفسيه هي اللي خصنا نهضروا عليها وكاينين بزاف الناس اللي كيعانيوا من هاد الاعاقه وهذا درس للناس راه داكشي اللي درتي مع الحاله الاولى وحتى الحاله الثانيه والثالثه هذا درس للناس واللي كيشوفونا باش يتعلموا من هاد الحالات ما خصهمش يكون هذا حل انسحابي كنسميوه هروبي من الواقع اذا خصنا نواجهوا الحياه ويكون عندنا واحد التفكير ايجابي وهانتي قلتيها لا ماشي خصنا نساينوا الناس دابا المشكله هي ان شحال منا كيحاول يتسنى الناس الاخرين اللي يحلوا لهم مشاكل ديالهم بينما حنا خصنا نتحملوا مسؤوليتنا ونحلوا المشاكل ديالنا ونواجهوا الحياه هذا الشيء ما كيمنعش من غادي يشوفوا هذه الحلقه الناس يمكن يساعدوهم نعم ولكن تيخصنا عاود نتحملوا مسؤوليتنا نعم. ونقولوا وقلتي لا تمشي لشي مدينه كبيره انا كنحيك هذا حل ايضا زعما الواحد الا دقت به في واحد البلاصه يمشي يرحل ارض الله واسعه مثلا يمشي راه يجبر في الدار البيضاء ولا الرباط كثير من العائلات اللي عندهم خصهم غير شيء امراه ولا شي حاجه اللي غيتعمر عليهم وتعاونهم ويعطيوها غير خدمه يعني الواحد ما يبقاش محبوس في ذوك الافكار السلبيه خصو يتحل شي شويه يتحل شي شويه ويوجد هو اللي يوجد الضوء لحياته نعم ويتحمل مسؤوليته ويبعد على هذه الافكار السلبيه نعم شكرا لك دكتور سعيد بحير ندوزو مشاهدينا نستقبلوا اسماعيل اللي الغيره ديال خطيبته عليه وصلتها حتى لمحاوله انتحار بعد الفصل مرحبا بك سي اسماعيل بارك الله فيك عاود لي اسماعيل القصه ديال انت بعدا باقي صغير 25 عام وخاطب ياك عندك خطيبتك عاود لي خطيبتك كيفاش حتى الغيره غيرت عليك وبغات تقتل راسها هي كاع عاود لي هذه القصه السلام عليكم وعليكم السلام المهم انا خطفت ديك بنت الناس على سنة الله ورسوله دارت لي ايام خاصه 5 سنين
خمس سنين خطبه ولا شنو؟ لا خمس سنين صداقه. صداقه ولي ثلاث سنين صداقه. عامين عام الاول خطبشه. ايه انا من ورا دزت عامين ديال العشره وكذا ودي واحد النهار شافتني مع واحد البنت واقفه صديقه شي من الدراسه قبل شحال هذه. واك شافتني معاه غارش عليا وكذا مشيت نجري لدارو. نشبع شهوة هادي هي ولي دار بغات نمشي نحارة. شنو بغات دير؟ بغات تلوح راسها من طروازيان. حيت شافتك واقف مع واحد البنت. حيت دازت الهضرة وكذا وهادي مشيت تفاهمت انا وياها باش ما تخبيش عليا وما نخبيش عليها. وين شافت داك الشيء جات الغيرة صاحبي تنفجرات بدون شعور. وزعما غير شافتك واقف ما مالها مسطات. دابا جات الهضرة البنات عمروها البنات بزاف الحوايج مع الحومه هي وكذا مشينا عمروها البنات بزاف. قالوا لا ماشي هذه راه شي حاجه بيناتهم ولا بزاف كعاده بنادم. ايوا وشنو بغات تلوح راسها من من طروازيام. من طروازيام شدوها والديها. والديها انا ما حضرتش. انت ما حضرتيش؟ لا. ايوا وشنو هي قالت لك شنو زعما علاش دارت هذا السلوك هذا؟ السلوك هذا قالت لك انت باقي عقلك طايش باقي كذا باقي تبع براش باقي بزاف الحوايج. زعما الا كان عقلك طايش وباقي صغير تفارق معاك ماشي تفارق من الحياه هي كاع. هي شي ما بغاش داك الشيء. شحال في عمر هذه البنت؟ 23 عام. 23 عام. واستمرت العلاقه بيناتكم؟ الحمد لله باقا دابا الحمد لله. مازال دابا انتم مازال مخطوبين؟ وعلاش ما تزوجتوش؟ مازال ما درتوش؟ مازال ان شاء الله كيعرف باش نزربو. وهذه راه تنتحر قبل ما ديروا العرس انتم. الى ما جاب الله الوالدين وصافي راه عشان قاسي وعشان قاسي وصافي نشوف شنو غيخرج من بنت الناس. لا حيت ملي تتكون علاقه ديال ماشي علاقه زوجيه دابا انتم يلاه مخطوبين وبدا تيبان لك هذا الشيء مؤشر ان الخطيبه انت كتوقف مع البنات هي كتغير هي تتلوح راسها. واش هذا مؤشر انكم تستمروا ولا خصكم توقفوا فعلا وتهضروا وتشوفوا هذا الشيء راه خدام ولا ما خدامش؟ وقفنا هضرنا ماشي ما هضرناش. المشكل عندها هي والديها هي باغياني يعني. والديها تيقول لها هذاك السيد ما يصلحش ليك بزاف الحوايج كذا. وانا والديا تا هما تيقولوا لي هضره والديا تيقولوا لي هضره. ما كاينش نشوف راسي انا باش نشوفها هي. انا خصني تكون تايقه فيا ونكون تايق فيها انا. نعم هذا هو المهم في كل شيء. حيت ملي تكون تايق فيك وتايق فيها انت. واش هي كدير لك هذه القضيه ديال اللوح راسي من الشرجام ولا شي حاجه غير باش تبغيها بزاف؟ تقدر انا قلت داك الشيء انا قلت داك الشيء ما عقليه وقلت داك الشيء ما عقليش انا وقالوا لي الدراري الفشوش وداك الشيء. الشيء اللي قلت انا قلت راسي بغيت تحمقني بغيت تلعب عليا تطيح لي على عقلي كذا. سامي نسوي با الحياه وكذا ما يكتبش عليا با ولا يا قالك فعلا جيني دار الهضره مالي للدار وهادي. نعم واخا شكرا لك اسماعيل. هاد الهضره بالضبط اللي نسول على دكتور سعيد بحيه مثلا هاد البنت يلاه هما قالوا بسم الله باقي ما بداوش في العلاقه الزوجيه يلاه في الخطبه هما بدات تتبان هاد النوع ديال السلوكات. واش هاد التصرف اللي دارت هاد البنت هادي هو رساله كتوجهها لي احتجاج على شي حاجه معينه ولا شنو بالضبط؟ انت قلتيها كاين واحد الافتراض هو اما يمكن يكون هذا تمثيل باش تجلب العطف ديالو والحنان والعائله لحقاش قالت ما باغينوش. الافتراض الثاني هي انها باقيه صغيره باقيه صغيره وباقي فهاد. الافتراض الثالث هذه القضيه ديال الغيره معروفه عند النساء. انت يا دابا دائما معروف واحد النفسيه ديال الرجل كتختلف عن النفسيه ديال المراه. هو تيقول لك هذه مساله بسيطه انا كنوقف مع هذا ولكن المراه عاطفيه بحكمها راها تنسميوها الغيره القاتله. راه بعض المرات الا ما دمرتش المراه نفسها بسبب الغيره كتدمر الزوج او كتدمر شي حاجه اخرى او كدير شي حاجه اخرى. اذا تيقول لك هذا الله ينجيك من المراه الا بغاتك ولا الا ما بغاتكش. الا بغاتك وغارت عليك راه قويه بزاف داك كتكون مدمره. اذا المراه عندها واحد الشلال واحد العاطفه قويه جدا وكانت هذا. والمساله الرابعه وهذا هي انهم مازالين في هذه الحاله ديال الخطبه وهذا ومازالين صغار ومازال ذاك الاحلام والاوهام والحياه ديال الشباب وديال نعم. وديال المراهقه وداك الشيء مازال ما كاينش النضج نعم. الكافي مازال هما كيتشبتوا بالهضره ديال الناس الاخرين بالهضره ديال العائلات ديالهم بينما الزواج هو واحد العلاقه وثيقه وشريفه بين واحد العنصرين ما خصهاش تدخل فيها العائله لا والو. نعم راه هذا هو اللي بغى ينجح الزواج خصو يكون هكذا على هذا هذا واحد القوه وعلاقه وثيقه ما بين الزوج. شكرا بزاف دكتور سعيد بحيه. شكرا لكم الحضور الكريم. اسماعيل شكرا على التجربه اللي عاودتينا. الله زهر تنشكرك بزاف. سي عبد الرحيم فاطمه تنشكركم وكنتمناو الناس
بخصوص الحالات ديالكم يدخلوا باش يحلوا ذاك الباب اللي قلنا يدخلوا منه شويه الضوء لحياتكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام كلكم اللي تابعتونا في هذه الحلقه. ما تنساوش الا بغيتوا تزورونا على الموقع ديالنا الالكتروني www.medianTV.com ولا زورونا على الصفحه facebook.com/قصة الناس الا بغيتوا تخليوا لنا ملاحظاتكم ولا حتى انتقاداتكم لبرنامج قصة الناس. بسبب شريك حياتي حاولت انتحر شحال مره، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس. تلقاو في حلقة واحدة أخرى حيت باقي في الناس بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.